زين. الأمر الآخر أيضا التخلص من القيود المفروضة على الكلمة. لا تتدخل في المسألة الفلانية نسحب وكالة، لا تنبه المجتمع للموضوع الفلاني نسحب وكالة، لا تتصرف التصرف الكذا آخر. مو عبد أنا وقن، أنا وكيل كالموظف، ما عجبني الشغل أسلم الملف وأمشي. فإلى متى نجلد بهذا الأمر؟ لا أنا ما عندي استعداد أنجلد بوكالة، أنا أريد أن أحافظ على شرف الكلمة والارتقاء بوعي المجتمع وطرح الفكر الذي أرتئيه. أنا لا يعنيني أمر آخر، نهائياً لا يعنيني أمر آخر. أيضاً والرأي، الكلمة صريحة، الرأي واضح، والموقف ما فيك تجبرني. يعني تصوروا يوم من الأيام لا تروح بيت المرجع الفلاني، لا تجي بيت المرجع الفلاني، لا تشارك في المنتدى الفلاني، لا تمر يم بالجماعة، شنو السالفة؟ والله خلال سفرتي العام الماضي للنجف تنفست الصعداء عندما تخلصنا من الخيل. فما بالكم عندما تخلص من كل القيود، ما واحد يصطب عن ما واحد اليوم يجر صوته علي. خلاص هذه كلها إن شاء الله خلال فترة وجيزة جدا جدا راح توصل إلى بيوتهم واحدا بعد الآخر. حتى ما يجيني واحد والله بعدنا ليش انتقد المسيرة الفلانية، ليش انتقد التطبيق، ليش مراضي على الشغلة الفلانية، لا أخطاء احنا ما نريدها. تصوروا أنه واحد جايين يقول لي وش لك انت في الوائلي، خلي الوائلي ويلعن الوائلي قدامي، كن أسكت آني. أنا تكليفي، هذا تكليفي، الدفاع عن شعيرة جدي المقدسة كما قتل ونبكي وننطم عليه بالعقل مو بالجنون. احنا سفراء ثورة الإمام الحسين للبشرية عامة، أصبحنا ممجوجين حتى في داخل نسيجنا. زين، فأنا أريد أتخلص من القيود المفروضة على الكلمة والرأي والموقف، ولذلك أنهيها بهذا المسار. هناك كما قلت لكم 8 وكالات أو 7 وكالات، مات أصحابها رحمة الله تعالى عليهم، 14 وكالة فعالة موجودة من اليوم، أرفع يدي عنها من اليوم. الهدف شنو؟ شرف الكلمة، الموقف والرأي، ما أبيعها بوكالة. وأنت كمان ممنوع تأجر عقلك لحدا، بتأجر عقلك لمرجع لأنه المرجع عنده اختصاص بالفقه، بس ممنوع تأجر عقلك للمرجع بالعقيدة. عقيدتك تعال خذها من القرآن. ممنوع تأجر عقلك لشيخ أو لخطيب منبري أو لإلي أو للي أدخل مني، روح على القرآن. بلقيس شو قالت له لسليمان؟ قالت إني آمنت، عطول بالكنية، إني آمنت مع سليمان، ما قالت إني آمنت لسليمان، مع أنه نبي مفروض الطاعة. قالت أنا فهمت أنه هذا نبي وهذا مش ملك وهذا مبعوث من الله، ولذلك أنا آمنت لربه مش له، أنا آمنت معه كما هو آمن الله حتى لو كان نبيا. لك إحنا شو عم نعمل؟ إحنا عم نصير عبيد. نوع من أنواع البدع الموجودة في الأرض كل إنسان يستطيع أن يواجهها بعلمه إذا قال أنا ما بدي وجه رأسي، أنا يمكن إذا كذا راح أتعرض لكلام، راح يسبوا لي أبويا، راح يتكلموا علي، راح أضايق، راح يضايقوني في أمور حياتي، راح كذا. فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. هذه إن الذين يكتمون، هو حديث نبوي، ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. الساكت عن الحق شيطان أخرس. إن المرجعيات النافذة الآن ساكتة سكوت الموتى في هذه القضايا، لا تتكلم عن شيء أبدا، لا علاقة لها، لا 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 حقا لا باطلا. عد القضية، ماذا هاي الممارسات وقعت بيد من أعزائي؟ وقعت بيد من؟ وقعت بيد هذه الهيئة وذاك الموكب وهذا الرادود وذاك المنبري وهاي القناة ولا تعلم القضية من أين. ويوميا أنت عندك ماذا؟ ها؟ يومية عندك هو كلما كان منعزلا كلما كان مقدسا أكثر، كلما كان ساكتا قاعدا فهو مقدس أكثر. أما المتصدي المتحرك الغيور الذي يواجه المنكر يواجه الفساد، هذا يحارب وذاك لا.
إلى هذه الصدمة. أيضا هو أسلوب آخر من شنو؟ لتفرقة الناس عني بالضبط. وذلك أنه أنا عميل إما استخبارات إما أوقاف إما بلي ضابط إما بلي مرجع جعلتني بغداد لأجل شنو؟ لأجل مقابل السيد السبزواري حتى لا يكون هناك مرجع فارسي بل عربي وعراقي ونحو ذلك من الكلمات. حرام الاتصال بي لا يرضي الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال، لأنه عميل والعميل شيطان والشيطان في جهنم وسائل تصيرها لكل مبنى. أيضا فرق الناس عني واستطاعوا لو يعني الله تعالى كفاني بالتدريج أن أكفى هذه المهمة. ولعله كما ربما في بعض الأسئلة خارج العراق لا زالوا شنو هو كلما كان منعزلا كلما كان مقدسا أكثر، كلما كان ساكتا قاعدا فهو مقدس أكثر. أما المتصدي المتحرك الغيور الذي يواجه المنكر يواجه الفساد هذا يحارب، وذاك لا، ذاك يصير هو المقدس هو المحترم الذي فقط ينتظر أن تقبل يده ويدفع له المال ويعقد ويطلق ويثبت عنده الهلال ويأخذ خيرة. وأسألك الدعاء مولانا، هم هؤلاء ورثة الأنبياء؟ الأنبياء ايش كانوا يسوون؟ يأخذون خيرة وظيفتهم، يصلون جماعة ويعقدون ويطلقون وظيفتهم. استعرض تاريخ الأنبياء، جميع الأنبياء اذكر لي واحد منهم كان وظيفته بس يصلي جماعة ويروح البيت فقط، أو يؤدي أمور اجتماعية ويروح البيت فقط. كلهم واجهوا 124,000 نبي. لا قولوا كلمتكم، التاريخ إذا كان عندكم حق التاريخ ماذا؟ سينصفكم التاريخ، اطمئنوا أعزائي. التاريخ صحيح في 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 زمانك قد لا يرحمك أحد، ولكنه بعد ذلك بعد 100 سنة عندما تنتهي الأموال وينتهي الإعلام وتنتهي العواطف، عند ذلك ماذا تظهر الحقائق إلى ماذا؟ إلى السطح. وإلا 70 عام 80 عام كان يلعن أمير المؤمنين ماذا؟ على المنبر. ولكن تعال انظر الآن إلى علي ماذا الآن؟ ها؟ الآن تجد حتى الأمويين من تقول له أنت من أتباع الأمويين ماذا؟ شنو يسوي؟ يقول نعم، لو يقول لا يقول لا. هو أموي المسلك ولكنه لا يقبل أن ينسب إليه. هذه الحق لا تخاف. وأما على مستوى الأعلام كثيرين مولانا كثيرين، هذا ملا صدره، هذا سيد الطبطبائي الذي عاصرناه جميعا. ولكن الآن سيد الطبطبائي أين أولئك الذين وقفوا أمامه وأين هم؟